جلالة الملك نصره الله في هذه الدورة، هذه افتتاح الدورة ديال اكتوبر، واللي كان هو النقطة كنا نقولوا واحد النقطة فريدة اللي كتعلق بالصحراء المغربية، واللي بين على المكتسبات اللي حصل عليها المغرب في هذه الآونة الأخيرة والاعترافات المهمة جدا، لا من أمريكا ولا من فرنسا ولا من إسبانيا، ومدى قوة هذه الاعترافات. وحنا كبرلمانيين بطبيعة الحال عندنا الدور ديالنا باش نشتغلوا في هذا المجال هذا، وتحنا باش يكون عندنا واحد الدور في هذه السياسة الخارجية الموازية باش نقنعوا حتى هذوك اللي مازال عندهم تردد في قضية وحدتنا الترابية، باش نكونوا ممتلكين هذه الملفات ونقنعوا بقوة، لأن هذه بلادنا، هذه صحرائنا، وحنا خصنا نكونوا في المستوى ديال هذا الملف هذا اللي هو ملف اللي هو حسم، صراحة هو حسم لصالح المغرب ولصالح الصحراء المغربية. وكنشوفوا كذلك حتى البنية التحتية وكل ما أنجز داخل هذه بفضل رجالاتها ونسائها وكل الفاعلين السياسيين، الحمد لله كنلقاو بأن هاد المرحلة هذه مرحلة مهمة جدا من الاعترافات المهمة ديال البلدان الكثيرة اللي هي اعترفت بمغربية الصحراء، والحمد لله. وكنشكر جلالة الملك على التوجيهات ديالو. المنطقة ديالي هي الفداء مر السلطان، الدار البيضاء، درنا واحد المخطط تنمية، وغادي نكونوا وكنشتغلوا مع المصالح الخارجية كوزارة الثقافة ووزارة الصحة، وكذلك مع السلطات المحلية ومع الولاية، باش ننجزوا واحد العدد ديال المشاريع اللي هي أساسية ومهمة كتخص الشباب، لا من ناحية ديال التكوين ولا الرياضة ولا الثقافة. وكاين البنية التحتية كذلك اللي خدامين عليها، وكتعرفوا بأن الدور الأيلة السقوط هذا مشكل شائك واللي حنا حتى هو كنشتغلوا عليه، وإن شاء الله طلقنا مشاريع كبيرة، ومازال عندنا المحطة الطرقية اللي هي كاينة في التراب، وكذلك القطار في السرعة اللي غادي يدوز عندنا في المقاطعة، وحنا كنتظروا التصاميم وهذا باش يكون عندنا واحد الانسجام العمل ديالنا داخل مقاطعة وجامعة الدار البيضاء، وكذلك ما هو استراتيجي بالنسبة لبلادنا في أفق 2025 و2030 إن شاء الله. كاين الخطاب كانت واحد النقطة فريدة هي الصحراء المغربية، الحمد لله هادشي اللي تحقق بالنسبة للاعتراف ديال فرنسا اللي هي عارفة الحقيقة التاريخية والجغرافية بأنه هذيك البوليساريو راه واحد مرتزقة تما، ومسألة وهمية ما كايناش لا تاريخيا ولا جغرافيا. والمسألة يعني كيحت الدبلوماسية البرلمانية نزيدوا يعني نحلوا هذا المشكل اللي هو قائم تما، شنو خصنا نديروا؟ خصنا نمشيو للأطر والكفاءات الكبار ديال البرلمان اللي عارف القضية ويدافعوا عليها في المحافل الدولية وفي البرلمان بصفة عامة. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.